السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف السادس. رح نتابع اليوم بالدرس الخامس اللي هو الساين نمبر. الساين نمبر اللي بعتبر اللي هي الأعداد النسبية. رح شوف، أنا حكيت عن الأعداد، كنا نحن عم نقول بالنسبة للأعداد كنت أقول 1 2 3 1 2 3 إلى آخره. الآن رح ميز بشيء أني أنا حط ساين قبل النمبر، قبل العدد. الساين يعني الإشارة، أني أنا رح شوف في أعداد رح تسبق بإشارة، فمن هون وطالع أنا بهاي المراحل لازم أكون عم أقول أنه أنا أي عدد أعطيه إشارة بدون ما أقول واحد وأسكت. لا، فيني أقول إما بلس 1 فور إكزامبل أو ماينس 1 اللي هو زائد 1 وناقص 1. رح شوف أنا ببعض، مثلا بشوف بالأحوال الجوية، مثلا بيقول لي درجات الحرارة فور اكزامبل 37 37، هاي بتكون درجات بالجو الحار. لما بيقول لي بدرجات الحرارة بالمناطق الباردة فور اكزامبل ماينس 8 ناقص 8، معناها درجة الحرارة كانت عم تنخفض لو وصلت للزيرو اللي هو الصفر ورجعت تكفي تنقص لسه تحت الصفر. طيب هاي الأعداد اللي هي تحت الصفر أنا لحتى ميزة أنه هي ما أنا واحد، هي ما أنا وان، لا هي قبل الصفر، فمعناها أنا لحتى ميز بين هدول الموضوعين، بين الأعداد اللي أنا عم أقول هي قبل الصفر والأعداد اللي بعد الصفر، رح أقول رح أسبقها بإشارة اللي هي إما ماينس أور بلس. فرح شوف معناها أنا هالأعداد اللي أنا بعرفها رح أقسمها لقسمين، الفاصل بيناته هو الزيرو. أعداد رح أقول عنها the negative number اللي هي الأعداد السالبي، و positive numbers اللي هي الأعداد الموجبة. إذا معناها أنا رح أفهم شيء، أنه أنا بقى الأعداد من هون وطالع بالمرحلة اللي وصلنا لها نحن كنا عم نقول 1 2 3 4 1 2 3 إلى آخره. الآن رح أقول إما minus 1 or plus 1، فمعناها إما زائد 1 أو ناقص 1. رح شوف انه الزيرو هو الفاصل بين البوزيتيف نمبرز والنيجاتيف نمبرز، فرح اقول زيرو لما بروح بهالاتجاه، هاي اشاره السهم، بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 الى اخره. لما بكون قبل الصفر ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ماينس 4، معناها انقسمت انا بالنسبه لي الاعداد الى جزئين، نيجاتيف نمبرز وبوزيتيف نمبرز اللي هن الاعداد السالبه. معناها هون انا بقول الاعداد السالبه والاعداد الموجبه، معناها اذا زيرو وعندي نيجاتيف نمبرز وبوزيتيف نمبرز. معناها انا فور اكزامبل لو قال لي عين بلس 2 بقول معناها هاي البلس 2، لما بيقول لي ماينس 2 هي الماينس 2. رح لاحظ انا بخط الاعداد ملاحظ انه انا كل 2 نمبرز رح يكونوا بالنسبه لأو متناظرتين، يعني بلس 1 ماينس 1 ماينس 2 بلس 2 ماينس 3 بلس 3، معناها انا بشوف كل عددين هن بالنسبه لأو متناظرين، يعني بلس 1 ماينس 1 ماينس 2 بلس 2. فانا اذا قلت فور اكزامبل البلس 3 مين النظير تبعها بالجهه الثانيه اللي هني قبل الصفر، رح اقول هي الماينس 3، معناها رح شوف الاو اللي هو الزيرو بالوسط على جانبي الزيرو رح يكون عند البوزيتيف نمبرز والنيجاتيف نمبرز، رح اقول ماينس 1 بلس 1 ماينس 2 بلس 2 ماينس 3 بلس 3 ماينس 4 بلس 4 والى اخره. بالنسبه للاو بيجي طالب بيقول لي طيب انسي الاو بعتبرها مع البوزيتيف نمبرز اور نيجاتيف نمبرز، رح اقول بالنسبه للاو اللي هي الزيرو ات ذا سيم تايم بوزيتيف اند نيجاتيف، يعني بنفس الوقت هي بوزيتيف اند نيجاتيف، هي سالبه وموجبه بنفس الوقت. معناها بقول الزيرو لا بقول هو بوزيتيف ولا بقول هو نيجاتيف، اذا بقول بالنسبه للزيرو ات ذا سيم تايم بنفس الوقت هو عدد موجب وسالب، هو يعتبر مع الموجب والسالب، قول في نفس الوقت موجب وسالب. اذا ما فيني اقول الزيرو لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، فبقول at the same time بنفس الوقت هو بوزيتيف and
نيجاتيف، ما فيني اقول عنه لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف. طيب معناها انا رح اشوف بالنسبه للساين نمبر، انا حطيت فور اكزامبل ماينس 25، قال لي الماينس هي الساين يعني هي الاشاره، معناها اي عدد اي عدد رح اشوف هو عباره عن جزئين تو بارت. اول جزء اللي هو الساين اللي هي الاشاره، ما عندي الا خيارين، اما ان تكون ماينس اور بلس، فراح اقول عندي جزئين اللي هو الساين والنمريكال بارت اللي هو الرقم او العدد، فراح اقول اي عدد من هلا انا راح اقول عنه، اما راح اشوفه بالماينس بالناقص او بالبلس اللي هي الزائد، معناها قسم عندي انا الساين نمبرز الى قسمين، القسم الاول او بارت 1 اللي هو الساين اي الاشاره، قلنا عندي حالتين اما ماينس اور بلس، ام والجزء الثاني او البارت 2 راح يكون النيميريكال بارت الجزء العددي اللي هو فور اكزامبل هون عندي مثلا 25 4 1 7 اي عدد راح اقول هو النيميريكال بارت الجزء العددي. هذا مع بعض الماينس 25 اور بلس 25 هذا مع بعضه مع الاشاره راح سميه ساين نمبر. اذا ساين نمبر صار العدد عندي له ساين له اشاره، ما راح اقول انا 2 واسكت 3 واسكت، لا اما بلس 3 اور ماينس 3 ساين نمبر جزئين تو بارت، بارت 1 هي ماينس اور بلس، والنمبر او النيميريكال بارت اللي هو العدد اللي انا عندي. طيب هون فور اكزامبل قال لي في شيء اسمه اوبوزيت، يعني انا بقول قديش الاوبوزيت للماينس 4، مين هو العدد المعاكس للناقص 4، اوبوزيت يعني العكس تبعه، فبقول ناقص 4 مين الاوبوزيت لها؟ بلس 4، اذا بلس 4 اوبوزيت ماينس 4 والماينس 4 ايضا هي اوبوزيت بلس 4، معناها البلس 4 هي المعاكسه لها مين؟ الماينس 4 او الناقص 4، فبقول والناقص 4 ايضا الاوبوزيت لها زائد 4 او بلس 4، فرح شوف هون بلس 1 اللي الاوبوزيت لها ماينس 1، طيب ماينس 2 اوبوزيت لها بلس 2، ماينس 3 الاوبوزيت بلس 3، طب بلس 4 ماينس 4، فانا راح اشوف كل عدد عندي يا له اوبوزيت، راح يكون النيميريكال بارت هو نفسه ولكن الساين هي بالعكس، اذا النيميريكال بارت عم يبقى نفسه 4 4، اما الساين او الاشاره اللي هي هون كانت زائد وصارت عندي ناقص، هون كانت ناقص فور اكزامبل ماينس صارت بلس او زائد. اجى قال لي هاي مثال اكزامبل place on numerical axis، يعني انا بدي احط الاعداد هدول، عند اعطاني بعد الاعداد numbers وقال لي وضعهم على خط الاعداد او على الخط العددي، رح شوف انا المحور هاد اعطيني ال O 0 وقبله minus 1 minus 2 minus 3 minus 4، انا اذا وقفت عند minus 4 ما معناها هني بس للminus 4، لا طبعا minus 5 minus 6 7 الى اخره، بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 والى اخره، فقال لي بليس اون، معناتها انا بدي احط هاي الاعداد اللي هو عطاني اياها على خط الاعداد او على الخط العددي المحور العددي، قال لي اول عدد اللي هو بلس 1، راح طلع بلس يعني بالجهه الثانيه، ماينس يعني هون، اذا اول شغله راح اشوف اللي هي الساين او الاشاره، هون شو هي بلس 1، ما قلنا 1 وسكتنا لا، بلس 1 بلس 1 هاي الاو معناها هي بهي الجهه، هاي البوزيتيف نمبرز، فراح اقول بلس 1 هاي البلس 1 تمام، اذا هاي البلس 1 اللي انا عينتها اول رقم قال لي اياه بلس 1، طيب قال لي ماينس هالف ماينس نصف ناقص نصف، هلا بشوف انا عندي هاي ماينس 1، لو انا ما كنت حاطه اجزاء فراح طلع ماينس 1 معناها هون هالف ماينس هالف، اذا ماينس نصف هاي هي ناقص نص هاي هي اللي قبل الزيرو، راح طلع اذا هون ماينس، فهي صارت الماينس هالف او الناقص نص،
بلس معناها بالبوزيتيف 6 اوفر 2 الستة على 2. طيب طالب بيقول لي انسي انا حاطط بس الاعداد، طب انا هون بقول 6 على اوفر 2 يعني 3 يعني بلس 3 بلس يعني بالبوزيتيف هون. طيب 3 هاي ال 3 معناها هاي بلس 3. اذا كان عندي انا حاطط لي 6 اوفر 2، اذا 6 اوفر 2 حاطط لي بلس معناها بالبوزيتيف هاي الجزء البوزيتيف equal، انا راح طالع انه هي ال 6 اوفر 2 هي equal 3 تساوي ال 3 معناها صار عندي بلس 3. راح اوضع هاي البلس 3 بالبوزيتيف نمبرز. طيب قال لي بلس 4 طلع بلس 3 معناها انا بلس 4 يعني بالبوزيتيف بلس 3 هاي بلس 4. طيب قال لي ماينس 2 معناها بالنيجاتيف نمبرز ماينس 1 ماينس 2. إذا قال لي هاي الأعداد ممكن يعطيني أعداد ويقول لي ضع على خط الأعداد. لو كان العدد ما واضح مباشرة أنا بشوف هو شو بيساوي، أي شيء بلاقي وبحط قيمته على الخط العددي. فقال لي بلس 1 طلعت معناها أنا بالبوزيتيف زائد 1. قال لي ماينس بروح على النيجاتيف نمبرز على الجزء السالب ماينس هالف طلع ماينس نصف هاي اللي ناقص نص. بلس 6 اوفر 2 6 على 2 بالاشاره الموجبه يعني بالبوزيتيف نمبرز 6 اوفر 2 6 يعني 6 على 2 اللي هي بلس 3 وضعتها. قال لي بلس 4 بالبوزيتيف نمبرز طلع زائد 4 هي زائد 4. طيب قال لي ماينس 2 اللي هي ناقص 2 معناها بالنيجاتيف نمبرز بالاعداد السالبه هون بوضع ناقص 2. معناها انا اليوم بكون تعرفت على السايد نمبر اني انا اعرف اي عدد، ما بقول العدد وبسكت، لا صار اعرف انه انا عندي اعداد سالبه نيجاتيف واعداد موجبه بوزيتيف والزيرو اللي هي بنفس الوقت موجب وسالب. بتمنى من طلابنا يكون عم يتابعوا معنا بالوظائف بالتدريبات، واي سؤال نحن جاهزين، والسلام عليكم.